السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا جماعة بعد هذا الفيديو رح ينزل فيديو ببجي أسطوري وبخزي مش أسطوري يعني شو اسمه. بس اليوم رح نتحدث كيف تشبك إيد بلايستيشن 4 على التلفونات الأندرويد شو مكان التلفون بدون أي سلك بدون أي إشي. طريقة بسيطة جدا. طبعا خليكم معنا بالشرح ويلا نبدأ بالطريقة. طبعا يا جماعة الخير الموضوع بسيط كثير. بتمسك الايد بتضغط على زر البي اس وزر الشير مع بعض وبتظلك ضاغط عليهن يعني بعدين مش ضاغط يعني بتضغطهن زي هيك مع بعض وتستنى لك شوي عبين ما يصير يضوي هيك. بعد ما يصير يضوي هيك تستنى شوي تحط بحث بتطلع لك الايد ويرلس كنترولر زي ما انت شايف بتضغط عليها بيعطيك تم الاتصال. هاي بتكون تقدر تتحكم بكل شيء عن طريق الايد. طبعا بتزيح يمين يسار اللي هو يعني المهم هاي علمناكم كيف تشبك ايد البلايستيشن 4. خليكم معنا راح نقولكم عن اشياء مهمه هسه. طبعا يا جماعه الخير الفيديو الجاي راح نعلمكم كيف تلعبوا العاب الاندرويد. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا بيطلع ماوس يعني بدل الايد على اللي هو الجير اليمين بيطلع ماوس هنا مش داري اذا انه واضع عليكم او لا بس بيطلع ماوس بس لانه الايد عندي مشلفه يعني اصلا ماشي. المهم يعني كله راح نشرحه طبعا نقول عن الالعاب اللي راح تقدروا تلعبوها. هي كل الالعاب الا ببجي وفري فاير. كول اوف ديوتي موجوده على الايفون بدون برامج بتقدر تلعبها بس فري فاير وببجي عليها بند يعني لا تحاول ولا تدور على اي مكان انك تلعبها بايد بلاي ستيشن عليها بند. وهي بتكون نهايه مقطعنا اليوم. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا تحطونا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.